مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج نون، اللي من خلاله نتطرق إلى أهم القضايا اللي تهم المرأة. خلونا نشوف التقرير ونرجع لكم. التغذية الحدسية هي فلسفة تغذية مبنية على افتراض أن الانسجام والتناغم مع إشارات الجوع طبيعية للجسم، يعد وسيلة أكثر فاعلية للحصول على وزن صحي بدلاً من التقيد بكميات من الطاقة والدهون الموجودة في الأطعمة، وهي عملية تهدف إلى إنشاء علاقة صحية بين الغذاء والعقل والجسم، مما يجعلها علاجاً شائعاً لاضطرابات التغذية والتغذية المضطربة، تماماً مثل العديد من فلسفات الأنظمة الغذائية الأخرى. وهناك العديد من المسميات لفلسفة التغذية الحدسية، ومن بينها التغذية دون حمية أو عدم الحمية أو التغذية الطبيعية أو التغذية الواعية وغيرها الكثير من المسميات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. موضوعنا اليوم راح نتكلم عن شيء صار يعني منتشر هذه الأيام بين الشباب وبين الفتيات، اللي هو كيف إن احنا نصير رشيقين، أو بمعنى الرشاقة أو النحافة. صار هالوقت صعب إن احنا مع زحمة الدنيا والحياة والمشاوير والالتزامات ان احنا ناكل اكل صحي، وقمنا نتجه الى بعض العادات السيئة، او خلينا نقول الاكل السريع او المعلب، وهذا بالاخير له اضرار جدا كبيرة في المستقبل. صار بين الناس ان شنو خيارهم، ان شلون اكون انا رشيق وشلون انا اكون نفس الوقت عندي الوقت اني انا اقوم بمهام الحياة. ومن هنا ظهرت مدرسة التغذية الحدسية، التي تعد أحد المدارس التي تساعد على الحياة بطريقة صحية ومتوازية للجسم. خلونا نرحب بأستاذتنا أروى التركيد، حياك الله معنا. الله يحييك، مشكورين على الاستضافة. حبيبتي، مثل ما أنا أول شيء أعطيت المقدمة، نبي نعرف أكثر أو مفهوم المدرسة الحدسية، التغذية الحدسية. أوكي. أول شيء، لولا ثقافة الدايت واتباع الدايت لما له داعي الواحد يعرف شنو التغذية الحدسية، لأن كان كانت تناول طعام فقط بس هي بسبب ثقافة الدايت يعني هوس الدايت اللي صار معانا الحين بالسنين الماضية، صرنا نحتاج أن نعرف شيء مثل التغذية الحدسية. فهي التغذية الحدسية تناول الطعام بناء على حكمة الشخص الداخلية، بغض النظر عن أي مؤثرات خارجية. أي نعم. وهو أن الواحد يرجع إلى فطرته ويتناول الطعام بطريقة متوازنة وبسلام. أي نعم. فعلشان الواحد يقدر يأكل طريقة حدسية، يحتاج يوقف الدايت، أو أنه يوقف يتبع أي يعني قواعد أو إرشادات تختلف عن ما هو يشعر متعود عليها. مو بس يتعود عليها، ممكن يكون متعود على الدايت بس يعني تخالف احتياجات جسم، نمط اخر. اي نعم، راح يكون نمط هو راح يكون نمط اخر على حسب شنو هو صار له سنين يسوي. احنا الحين ما فهمنا شنو الفرق بين الدايت وبين التغذيه الحدسيه، انا الحين احس اني للحين متخربطه. لا هو فرق شاسع، لانه هو اصلا التغذيه الحدسيه ضد الدايت. يعني هذا يعني خلينا نقول من اهم سمات التغذيه الحدسيه، ان هي حركه ضد الدايت، خطوه خطوه. اي بالضبط. واللي اسسوا التغذيه الحدسيه هم كانوا اخصائيين تغذيه. اي نعم. وشافوا ان عملائهم عندهم مشاكل كثيره مع المحافظه على انقاص الوزن، وانهم يظلون بدوامه الدايت، وانهم مو قادرين يساعدونهم.
تمام. وإنه يعني بعد ما يتركون الدايت يصير صعب عليهم يرجعون إلى تناول الطعام بطريقة طبيعية، وهذا اللي حفزهم إنه هم يأسسون مدرسة التغذية الحدثية اللي هي كانت على أساس كتاب طلع بالتسعينات. وخلال الكتاب هم يشرحون عن 10 مبادئ الواحد يحتاج يتبعها علشان يقدر يوصل إلى تناول الطعام بطريقة حديثية. سبقتيني بالسؤال، كان كنت جاي أقول لك متى ظهر هذا النوع من المدرسة أو هذا النوع من اللي يسمونه الدايت، مع أن أنت قلت هو مو دايت، ولكن نبي نعرف شنو الهدف منه، أن شلون اكتشف أو متى اكتشف وما الهدف أو الغاية منه. أوكي، فهو يعني مع أنه هو أول إصدار للكتاب كان بسنة 95، بس قاعد يعني ينتشر الحين مع السوشيال ميديا. بس كأنك ذكرت قبل شوي 90؟ كان ب 95، هو نزل هو بالتسعينات يمكن ذكرت، بس هو الكتاب أصدر بسنة 95 كانت الإصدار الأول، والحين هو بالإصدار الرابع. ومن يعني من خلينا نقول هال 25 سنة الماضية، أكثر من 25 سنة الحين صار لهم، انتشر خلينا نقول يعني بالعشر سنين الماضية أكثر شيء. إذا تقصدين هي الفكرة تم دراستها في التسعين وتم تبنيها أو يعني إظهارها وممارستها في 95 وكملت إلى يومنا هذا. لا، هم الكتاب لما أصدر كان ب 95. إيه يعني أول يمكن قاعد يمارسون هالشيء مع عملائهم الخاصين. إيه يمكن. إنزين، شنو الهدف منه؟ هو الهدف إن الواحد يرجع إلى فطرته ويفهم شون هو يقدر يأكل بطريقة متوازنة بدون ما يلجأ إلى الدايت. أي نعم. وخصوصاً إن الدايت قاعد يبعده عن حكمته الداخلية. فشلون هو يقدر يأكل بدون ما يكون في قواعد يحتاج إنه هو يعني يمشي عليها، وبنفس الوقت يحترم احتياجات جسمه. أي نعم. فهذا الهدف منها بغض النظر عن شنو هو وزنه. فهي نوعاً ما محايدة للوزن مقارنة بالأنظمة الأخرى اللي الهدف منها إنقاص الوزن. الهدف من التغذية الحدثية ليس إنقاص الوزن، ولكن تحسين علاقة الشخص مع الأكل، مع الطعام ومع جسده. يعني مثل ما نقول نمط جديد صحي، ولكن من غير حرمان أو من غير اتباع نمط معين. إذن هناك مبادئ دائما إيه؟ أنه هو لا نمط، إذن هناك مبادئ يمشي عليها الإنسان. ما هي مبادئ هذا النمط اللي احنا الحين قاعد نتكلم عنه؟ فهم 10 مبادئ. فأبي أوضح إن لما نقول مبادئ هم ليسوا مو قوانين ولا قواعد، ففي مرونة. الواحد ما يحتاج إنه يتبعها 100% على أساس إنه يكون قاعد ياكل بطريقة حدثية. اي نعم. وبنفس الوقت إنه إذا هو غلط، يعني احنا قاعد نبتعد عن طريقة الدايت اللي هي أبيض وأسود وصح وغلط. فإذا الواحد مثلاً غلط، هي فرصة أن الواحد يتعلم حق المرة الجاية ويعرف حق نفسه أكثر. حلو. فهذا يعني من ناحية، يعني قبل أشرح شنو هما المبادئ أبي أوضح أنهما مو قواعد. فهما مثل ما قلت 10 مبادئ. المبادئ مو لازم واحد يتبعها يعني بالتسلسل، لكن التسلسل نوعاً ما مهم، خصوصاً أول مبدأ اللي هو رفض عقلية الدايت. علشان الواحد يقدر يتبع باقي المبادئ يحتاج يتخلص من تفكير الدايت، مو بس انه هو قاعد يسوي دايت فعلي. أي. لان الواحد لما يترك الدايت مرات يكون في بال ان انا بسوي دايت بالمستقبل، حتى لو بعد شهر، حتى لو بعد سنة، بس هذا التفكير يخليه ليه الحين يحس بحرمان انه هو يبي يكمل على هذا النمط. أي. اذن هناك دامنا بدينا اول مبادئ، انا الموضوع حيكون مشوق، لكن خلينا نطلع هذا الفاصل ونرجع من بعده. ورجعنا لكم مشاهدين بعد الفاصل، وشدني موضوع المبادئ اللي انت قلتي تطرق، وبدينا باول وحده ولكن جذبتني ان في بدايه تغيير ان شاء الله. فهو الواحد لما يبدي مع المبدا الاول ويرفض عقليه الدايت، خصوصا انه هو من خبرته يدري ان الدايت يضره. هو اصلا عاده الواحد ما يبدي يبحث ويلقى التغذيه الحدثيه الا انه هو يعني واصل مرحله الياس، زين، او انه هو عنده وعي وشايف انه لا، هذا موضوع الدايت انا مو مقتنع فيه، انا اشوف الناس دار مداري،
شنو قاعد يصير معاهم، لا انا ما ابي ادخل بهذا المجال، خل يعني انقذ نفسي، عرفتي، ويدخل من الامل بالضبط، فيدخل يعني يكتشف وقت التغذيه الحديثيه. اي نعم. فهذا المبدا الاول. المبدا الثاني احترام شعور الجوع. فنفس الشيء نرجع حق الدايت، الدايت يعلمنا ان احنا نحقر شعور الجوع زين، لكن المشكله ان الواحد اذا ما ياكل بس يكون الجوع يعني بالمراحل الاولى ما ياكل بطريقه طبيعيه زين، كل ما زاد الجوع كل ما هو احتمال انه ياكل بسرعه، احتمال انه خياراته بالطعام ما تكون متوازنه، يكون يبي شيء ثقيل يبي شيء دسم، وايضا يصير صعب عليه يعرف متى يوقف. اي زين. فهذا المبدا الثاني احترام شعور الجوع. المبدا الثالث اللي هو تصالح مع جميع الاطعمه، وما نصنف الاطعمه الى جيده وسيئه، في اطعمه مغذيه اكثر وفي الاطعمه تغذيه منها اللي نكتسبها منها اقل، لكن ما في اطعمه ممنوعه، ما في اطعمه جيده وسيئه. الواحد يكون نوعا ما يعني محايد اتجاه الطعام، من الاطعمه لا، ومو انه يقلل، انه شعورك اتجاه الطعام يكون محايد. يعني انا فاهمه ان هذا الطعام مثلا غير صحي ولا مثلا ما يلائمني، لكن اذا اكلته هذا لا يعني ان انا خطا، هذا لا يعني ان انا سيء. لكن المتعارف عليه مثلا يقول لك يعني كثري مثلا خلينا نقول الخضار إيه؟ وقللي مثلا السكريات إيه؟ فاحنا مثلا اللي فهمته منك ان انت خليك ماكله كل شيء، ولكن شنو احتياج جسمك وسايري بالضبط. فاحنا الحين انت صبقتيني، هذا نوعا ما المبدا العاشر وراح نطلع بعد شوي الأخير. بس احنا علشان نوصل الى هذا المبدا نحتاج نشتغل على هذه المبادئ. إيه؟ لان الواحد اذا نط اذا المبدا انك شنو تاكل شنو ما تاكل شلون راح توازن يقلبه الى دايت. إيه؟ واحنا ما نبي نرجع الى الدايت، احنا نبي انه يكون اشتغل على مبادئ اساس انه لما يوصل حق انه شلون ياكل بطريقه متوازنه وهو تخلص من كل شيء له علاقه بالدايت او سلوكيات الدايت. المبدأ الثالث اللي هو تحدي شرطة الطعام. شرطة الطعام هي القواعد والأفكار اللي نابعة من مجتمع الدايت، هي اللي تقول لك إن هذا غلط هذا صح، هذا المفروض تاكلينه هذا ما يصير تاكلينه، لازم ما تاكلين عقب الساعة معينة، إذا أنت وعانة شربي ماي لا تاكلين، كل هذه الأفكار اللي ممكن ما فيها شيء، عادي ممكن تناسبك بس ممكن ما تناسبك، فأنت ما تمشين عليها عمياني. أنت مع الوقت اللي طبق تغذية الحدثية بعض من هذه الأفكار أو هذه القواعد عادي تضل معه، بس في قواعد اللي ما تناسبه يتخلص منها. يعني مثلا اللي أنا أعطيك مثال من ناحيتي أنا، لما حاولت أطبق الساعة المتقطع 16 ساعة ما أقدر ما يناسب نمط حياتي زين، فأنا اكتشفت أن 13 ساعة ممتازة، 13-14 يعني نحس إحنا مع نفسنا نقدر نتجاوب مع نفسنا ونفهم نفسنا بنفسنا من خلال تجربة المناسب لنفسنا بالضبط. فأنت الواحد مو يعني أن القاعدة خلاص هو يتجنبها مرة واحدة مدام هي نابعة من ثقافة الدايت، لا، هو ممكن ياخذ الشيء اللي ناسبه ويترك اللي ما يناسبه. اي نعم. المبدأ الخامس اللي هو احترام شعور الشبع، فهم الحين متعلقين بالمبادئ الأخرى اللي ذكرتها. إيه نعم. لأن إذا أنت ما قاعد تحترمين شعور الجوع يصير صعب عليك تعرفين متى ما أنت شبعتي، فإحنا هذاش نشتغل على هذاك المبدأ قبل. أيضا إذا أنت تصالحتي مع الطعام يصير أسهل عليك تعرفين متى أنت شبعانة، لأنك تخلصتي من فكرة خاربة. إيه. لأن الواحد شنو يصير معاه كلا أكل هو عادة يعتبره مثلا ممنوع، فتيله فكرة خاربة خل آكل الحين وأعوض باكر، فهو قاعد يحكر شعور الجوع، هو ما قاعد يحترم غذيه، ما يحترم شعور الشبع ويتعدى شعور الشبع المريح، والسبة إنه ما يخالف أنا باكر أسوي دايت. إذا المضرة إن إحنا نأكل بمعنى فوق احتياجنا. إيه، مو بس هو طبعا هو إحنا رجعت إلى موضوع إنه هو مبدأ وهو مو قاعدة. فهو الواحد ممكن يأكل فوق احتياجه بس يكون بوعي، يكون عارف إن أنا قاعد أستمتع بهذا الطعام وأنا شكلي اليوم باكل أكثر، بس هذا ما يأثر على شنو راح يسوي بعدين. إيه نعم. مو يعني مثلا باكر أنا لازم أعوض أنا لازم أعاقب نفسي ولازم زيادة بالنادي، لا، عشان خربتها. إيه، لأنه هو أصلا غالبا إذا مثلاً خلينا نقول أنت طلعتي على الغداء والأكل كان ممتاز ومثلاً نوعاً ما ثقيل وأكلت كثير،
اللي في تفكيره دايت شو يسوي؟ يقول انا ما راح اتعشى اليوم عشان راح اتغدى. اي انا ما راح اتعشى اليوم، انا اليوم بدعت وقت الغداء. إيه. وبعدين ممكن يصير بالليل ويجوع ويحس بالذنب اذا كله. بس اللي ما عنده هذه القواعد اذا كله كثير مثلا بوجبه معينه وكثر ممكن ياكل عشاء ممكن ما ياكل عشاء، يعني خلي شعوره الجسدي يقرر احتياجه الجسدي. إيه. الحين هذا المبدا الخامس. المبدا السادس اللي هو شعور الرضا، فهو في فرق كبير بين الشبع والرضا، لأن الواحد ممكن يكون شبعان بس ما يكون راضي، وواحد يكون ما وصل إلى مرحلة الشبع لكن يكون راضي. بمعنى أكثر؟ بمعنى أنك لما الواحد يكون قاعد يسوي دايت ممكن يأكل ويشبع يحس في شيء ناقص، يحس ليه الحين لا أنا يعني أبي حلو أبي كاربز أبي يعني في شيء ناقص، عرفتي؟ وجبته ما اكتملت. إيه؟ وممكن يكون تركي موضوع الدايت، ممكن بس الواحد مثلا تريق يبي كوب الشاي عقب بس، او يبي قهوه، يعني هي مو شرط انه يكون شيء حلو ممكن يكون حتى شيء مر اذا رغبات الجسد. فهي هذا يعني شعور الرضا يسمونه اصلا جوهر التغذيه الحدثيه. إيه نعم. لان الواحد اذا يركز، طبعا هو مو لازم عقب كل وجبه، لكن اذا يفهم شعور الرضا غالبا اصلا ما راح يتعدى الشبع المريح. اي نعم. لانه راح يخرب شعور الرضا. فهو بس يشوف انا بديت اشبع وانا راضي يقول ستوب. المبدا اللي بعده اللي هو احترام الجسد، والهدف منه ان الواحد مو شرط يحب جسمه بس يحترمه. اي نعم. ويقدر شنو هو يقدر يسوي، مو شكله بس الخارجي. والهدف منه إن إذا الواحد يحترم جسمه راح يعتني فيه ويدير باله عليه ويهتم بأكله أكثر. إيه نعم. المبدأ الثامن اللي هو التعامل مع المشاعر بلطف وبدون اللجوء إلى الطعام معظم الوقت. إحنا مو ضد إن الواحد أحياناً يحتاج يأكل عشان يواسي نفسه، مو شيء غلط. صح، نشوف إن الناس تزعل تتجه إلى الأكل، وفي ناس تنسج شهيتها تروح إلى الأكل. فهو لو الواحد ما يأكل أسباب عاطفية كان عمرنا ما حلينا، لأن إحنا ما نحلي وإحنا جوعانين، إحنا نحلي لأن مشتهين ناكل ونونس نفسنا. فهو ما فيها شيء إذا الواحد مثلا خلينا نقول ضايق خلقه ولا كان مرهق بعد الدوام ويحط له فيلم ويطلب له أكل مثلا ويستمتع فيه، ما فيها شيء. بس هي المشكلة تصير لما تكون الوسيلة الوحيدة للمواساة. اي نعم. عند مواجهة مشاعر صعبة. فاحنا نحاول انه هو عادة اللي يتخلص من عقلية الدايت ويبدي يتصالح مع الطعام بروحه ما يلجأ للطعام عند يعني لما يكون ضايق خلقه، لانه تروح أهمية الطعام، لانه هو يقدر ياكل بأي وقت. أنا تصالحت مع الطعام وأنا سامح حق نفسي أكل مثلاً حلويات متى ما أبي، فليش أكافئ نفسي بطعام؟ ما أحتاج. لكن أحياناً في ناس لا، محتاجين يشتغلون على هذا المبدأ بحيث إن الطعام ما تكون الوسيلة الوحيدة. المبدأ التاسع الحركة الممتعة، والهدف منها إن الواحد يستمتع بالحركة بدون ما يربطها مع دايت أو مع هدف إنقاص الوزن. وغالباً لما الواحد يسوي كذي يلتزم أكثر بالرياضة. المبدأ الأخير هي التغذية اللطيفة. فبالأخير إحنا نبي الواحد يهتم بصحته ويأكل بطريقة أحسن، وهذا الشيء يصير بعد ما يطبق المبادئ اللي ذكرناها. ما شاء الله المبادئ جدا، يعني كل مبدأ فعلا يعني لا نمط مميز إنه يخلي الإنسان فعلا يغير مضمون أو فكرة الدايت. لكن عندي سؤال بعد، لكن أطرحها عليك من بعد هذا الفاصل مع متابعينا. ورجعنا لكم متابعينا بعد الفاصل، وطمعانين قبل ما نختم معاك أستاذة أروى حلقتنا، نبي النصيحة اللي تقدمينها لكل أم وبنت بالنسبة حق موضوعنا اليوم التغذية الحدثية. أنا اليوم عطيتكم نبذة عن التغذية الحدثية. إينا. بس هو الموضوع جدا عميق، بس إن شاء الله تكونين اقتنعتي وإن حسيت إن الموضوع نوعا ما منطقي. فياريت لو الواحد يبحث بالموضوع أكثر، يسوي سيرش بجوجل، يبحث بالهاشتاج، الهاشتاج موجود على مثلا انستغرام التغذية الحدثية،
في غيري بالعالم العربي ليه الحين احنا شويه بس في نفسي يتكلمون بالتغذيه الحدثيه، لان احنا نحتاج نوطي صوت ثقافه الدايت ونعلي صوت التغذيه الحدثيه عشان الواحد يبدي يسمع حق حكمتها الداخليه. نشكرك على حضورك اليوم معنا في برنامج نون، وان شاء الله نلقاك بحلقات ثانيه وحديث ان شاء الله اجمل. شكرا لكم متابعينا، وصلنا معكم نهايه حلقتنا اليوم، ونشوفكم في حلقه جديده من برنامج نون. مع السلامه.